أبو غسان النهدي. نأتي إلى الإمام أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء. أبو غسان مالك ابن إسماعيل ابن درهم الحافظ الحجة الإمام. تبوا هذا مش كلام هيك، هذا كلام إيه رجال الجرح والتعديل، يقول لك حافظ حجة إمام، شو رأي هذا أعلى الدرجات يعني. حافظ حجة إمام أبو غسان النهدي أولاهم الكوفي. نعم، مين حدث عنه من تلاميذه؟ البخاري وشيخ البخاري وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي أيها الإخوة، قصته مشهورة مع البخاري هذا وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان عصرياء البخاري. قال محمد بن علي بن داود البغدادي سمعت ابن معين يقول لأحمد بن حنبل إن سرك، من هذا ابن معين يقول الإمام أحمد رضي الله عنهما، إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء، رجل ممتاز ممتاز وثقة 100% يعني فوق كل الشبهات، فاكتب عن أبي غسان، أبو غسان إيه؟ النهدي. وقال أبو حاتم قال يحيى ابن معين ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان، وقال يعقوب ابن شيبة ثقة صحيح الكتاب من العابدين، وقال أيضا كان ثقة متثبتا. نأتي الآن إلى موضع الشاهد. يقول الذهبي رحمة الله عليه ورضوانه قلت حديثه في كل الأصول، من أخرج له في كل الأصول وفيه أدنى تشيع، فيه تشيع قليل. أبو أحمد الحاكم، مش أبو عبد الله الحاكم، هذا سابق عليه بقليل، أبو أحمد أبو أحمد الحاكم حدثنا الحسين الغازي قال سألت البخاري عن أبي غسان. الغازي سأل البخاري قال له أبو غسان قال وعن ماذا تسأل؟ والبخاري عارف على التشيع اللي فيه، فيه تشيع انحراف عن بني أمية. قلت التشيع، قال أي البخاري هو على مذهب أهل بلدي، موقوفي على مذهب أهل بلده. ولو رأيتم عبيد الله ابن موسى، مرة معنا هذا ما بيدخلش واحد اسمه معاوية ولا بيحدثه، وبرضه هذا شيخ البخاري، قال لسه أبو غسان أهون بكثير من مين؟ من عبيد الله ابن موسى وأبا نعيم. مين أبو نعيم هذا؟ مش الأصفهاني شيخ البخاري، أبو نعيم الفضل ابن دكين الرجل الصالح العلامة الحافظ الموعب معروف، اسمه أبو نعيم الفضل ابن دكين رضي الله عنه وأرضاه. قال لو رأيتم عبيد الله ابن موسى وأبا نعيم وجماعة مشايخنا الكوفيين لما سألتمون عن أبي غسان. يعني كما يقول الليبيون أبو غسان بندك في الخشم، أبو غسان هذا ولا حاجة، هذا سهل جدا لسه لتشوف التنين. وهذول مين؟ مشايخ البخاري وسنيون ومن رجال الكتب الستة، لكن لا يحبون معاوية ولا بني الحكام ولا بني إيه ولا هذا النسل. قلت، يقول الذهبي وقد كان أبو نعيم وعبيد الله معظمين لأبي بكر وعمر وإنما ينالان من معاوية وذويه، وهذا ما نريده. الشاهد قال هم لا، ما كانوش يعني إيه بتبرع من الشيخين أو كذا، لا 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 لا، لكن نزلين في مين؟ في معاوية وجماعة معاوية. إيه كويس، هذا مين معنى الاسكما عندنا؟ معنى مش أبو غسان النهدي، عندنا كمان مين؟ أبو نعيم الفضل ابن دكين، وفي الأول أخذنا مين؟ عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي. إيه فضل رضي الله عن جميع الصحابة، يقول مين؟ الذهبي قال أنا بخلفهم لكن ينالاني إيه من هذا وهذا.